بعد اذنك بس بنزل شنط وحاجات من فوق. ف معلش بس عشان والله واحد مستنينا يجيبهم في نصه كده صاحب الشغل مستنينا بقى 5 دقايق. معلش هو حضرتك هتستناني بس هتمسك لي الورد معاك هطلع اجيب الشنط وانزل اخدهم يكون العربيه جت مش عايزه اسيبه مع اي طفل علشان ما يقطعهوش وكده. ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش انا اسمي لينا. انت اسمك ايه؟ على كده حضرتك انا معايا شغل بقى دقيقتين بس دقيقتين يا محمد. مساء الخير. حضرتك واقف هنا ليه؟ حضرتك في واحده دخلت اسمها لينا حضرتك وجابت الورد ده وديتهولي قالت لي هجيب الشنط من هنا وقت. اسمها لينا؟ حضرتك انا اسمي ايه يا حضره الظابط؟ والله العظيم ما اعرف. انا هو ده اللي مضايقني ومزهقني. بطاقتك يلا. انت مش قلت لي هتقف في المكان ده؟ لا والله العظيم انا ما كلمتك ولا اعرفك والمصحف هي واحده. يعني انت دلوقتي مش كلمتني قلت لي هتقف بالبوكي ده؟ لا والله العظيم ما كلمتك. هذا الموبايل بتاع حضرتك 012-61 جوازه. والله العظيم واحده دخلت قالت لي ممكن تساعدني بعد اذنك هجيب الشنط والمصحف تاني. جبت لها قالت لي خلي معاك الورد ده بدل ما اديه لعيال صغيره يقطعه. والله العظيم هو ده اللي حصل. يمين بالله يعني انا هتبلع عليك بس والمصحف تاني يا باشا. هو ده اللي حصل يعني وحياتها ده انا العصر ده انا قلت لها معايا شغل. لا والله العظيم وصعب الشغل مستني. انا شغال فين؟ انا شغال في شركه دعايه واعلان. انا حضرتك ولسه طالع يا شباب. شو وينه؟ وينه؟ مين اللي وين يا عم؟ ايه المشكله؟ مش انت قايل لينا من شويه؟ ايوه اللي قالت لي انا اسمي لينا. طيب ما انا اسمي لينا ازاي توعدني ببوكيه وتقف لي وتغلس عليا؟ انت لينا؟ ايوه انا لينا. ده كل شويه مزهقني تليفونات وتعالي وهستناكي في المكان ده وببوكيه ورد و... انت لينا؟ ايوه بصي حضره الظابط شوف لي حل معاه. تعالى هاتوه يا ابني. هاتوا مين؟ طب ثواني. طب بعد اذنك اتصل. انت لينا؟ ايوه. اللي وعدك مشان بوكيه الورد ما؟ ما هو كان ماسك بوكيه الورد. اي الله يخرب بيتك. انت يا استاذ. انا يا حضرتك بعد اذن حضرتك كلمني. طيب كلمني حبيبي. شو الموضوع؟ شو ان في واحده جت اسمها لينا وقفت قالت لي بعد اذنك ممكن تساعدني ما تقلقش اسمك ايه؟ قلت لها اسمي محمد. ايه حلو. انا واقف هنا حضرتك قالت لي اسمك ايه؟ اسمي محمد. قلت لي ممكن بعد اذنك تساعدني انا خايف ادي الورد ده لحد. خليك انت بس امسك الورد ده مجرد ما اجيب الشنط وانت خايف ليه وخد الورد ده واجيبه لك. هديك شو اسمها؟ حضرتك انا مستعجل معايا شغل. قالت لي والله العظيم 5. هديك شو اسمها؟ شو اسمها هديك؟ لينا. لينا. طيب ما انا مين يا حضرتك؟ لينا. انا ما اعرفش مين. لحظه طول بقى. هيك سببت لها مشكله انت وقتها؟ هلا هالقصه هاي هي انا معي بقى او جاي اشوف وحده اسمها لينا بس ما يعني انت اللي جاي تشوف اسمها لينا دي؟ مو اليوم بكره. بكره اليوم ولا اتصلت بيك انت؟ بكره بس انت اصول انه توقع بي انت رقم موبايلك كام انت؟ انت اللي جاي لينا يعني؟ لينا ايه لينا؟ اهو سمعتي؟ بس مو هي. لا بس مو هي يا اخي. انت حبيبي شو اسمك انت؟ والله حرق اللي اعمل انسانه في البلد دي يا اخي. لينا مين لينا؟ انا اعرفها منين؟ انت مش جايب يعني انت اللي جاي عشاني ولا هو برضو عشان ما يمشيش ويسيبني؟ يا ست هذه البطاقه وادي الجواز اهو خليه معاكي. انا لينا اللي بعرفها. مو هيك مواصفاتها؟ اتفضلي. طب لينا اللي تعرفها دي اوصفها لي كده بقى دقيقه. مو من هون من الاسكندريه. هلا طيب انا شكلها ايه؟ شكلها صغيره طويله قصيره تخينه. انت وصف لنا كيف كسمه لينا؟ لينا اللي كانت واقفه هنا من جيم الدقيقتين ومشيت ودخلت ام العماره دار سودا ورفيعه. هي هي اللي وعدها انت؟ انا ما وعدتش حد. انا اعرف لين اثنين يا عم. هو واعد وحده اسمها. انا ما وعدتش حد يا عمي والله ما اعرف حد. يعني انت عطيت صدفه معاك يعني؟ والله العظيم دي واحده لسه داخله. شوف الصدف نفس إيه؟ انت ضايقتني كتير ولازم تاخد بجزاء. زوجة بيحمل 300 كيلو اثقال متعه واحده. يا فاضل انا ما اعرفهاش. انا ما اعرفهاش. هي اللي جت دي اللي جت لسه 300 كيلو نتع بياخذون اسهل شيء انت؟ يا باش مهندس اقسم بالله ما اعرف. انا قافل ام الشغل وطالع عجيب ورايح. وفي حد بيخرج من الشغل معاه بوكي ورد الا لو قصد؟ يا ست انا مش طالع معايا شغل. انا مش لازم لام العماره دي ماشي على هنا. لينا يا بنت البنت اللي جايت لاسمي لينا. انت ما بتعرفها لينا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انت بتعرفها لينا؟ يا عم ما اعرفش لينا قسما بالله ما اعرفها. عن جد ما بتعرفها؟ حبيبي يا عم انا ما اعرفش حد بالاسم ده. طيب ايه دخلت ام البتاع دي المطرحه؟ انا ادور على مين امها. ايه ورى عليها. تعال هلا اجي معك فين؟ هلا انت لينا فهمني انا عايز ام البت دي دلوقتي. بدك لينا؟ انا عايز ام البت اللي دخلت ام العمادي. هي بدك اياها لينا؟ بدك اياها؟ لو عايز تساعد له صح هتوالي من هنا. امشي لورجيك اياها. تعال لورجيك لينا. لا لا توريني مين يا عيل. لينا 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 مو بدك لينا؟ ليك لينا شوف لينا وين. لا انا شفتها. تبرع نفسك. شوف لينا وين. يمكن لفت من هنا وانا برضه ليك لينا.
رقم موبايلك كامل اللي بيتصل بيك ولا ليك ليك لينا ها ليك ليك لينا دقيقه بلا ليك ليك اصبر عليك ليك لينا يا عم اصبر ليك لينا قايل في 6 وفي 1 لينا لينا هو كان في 6 وكان لينا. في 1 انت دلوقتي حضرتك مش معاك الموبايل بتاعك بلا لينا للاسف لينا لينا طب لحظه يا استاذي لحظه يا سيده فاضل لينا يا دين النبي يا عم اصبر بدك انا اخبط فيك بقى مبدا حبيبي مبدا انت ما بدك لينا يا عم فتح انت طول بالك تعال تعال كده ربنا يعرفوه ولا شافوه ازي ازي الكاميرا خفيه حبيبي مزح معك الكاميرا خفيه طول بالك فوق لحظه لحظه خفيه بلا كاميرا لا كليك 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 ولا كاميرا ولا لا لا ولا ولا طول بالك طول بالك بس ما تعطل لا ولا لا لا خلاص خلاص تعال تعال ما انت لو تقول لي انت ايه غرضك من التليفونات عشان انا ابقى برضو مرتاحه ما بقاش منظري كده يعني انت جاي لغايه هنا وجايبني عشان خاطر تديني بوكيه ورد وتسيبني انا للكارثه قدام اهلي يا ست نملي باهلك يعني ايه انت مالك باهلي يعني يعني ايه يعني وده مين ده كمان جايب الورد ده كمان ما اعرفش انا خليني انا قلت لك انت عمرو قلت لي اه يعني هلا عفوا هلا ممنوع يعني الواحد يحمل بقى ورد حتى اجوا الشرطه لا مش البوليس لا مش مش ممنوع بس ممنوع. الاستاذ مزهقني في التليفون اه انت عم تصل فيها اه عمرو كل شيء انا عمرو ازيك يا لينا انت عمرو اه انا عمرو خلاص يجيب اليوم والده وبيجي بيتقدم لها للبنت على طول عنوان يا عم بتقدم مين يا عم انا راجل متجوز يا عم امسك انا عايز اسال سؤال لما انت متجوز يعني بتغتت على بنات الناس ليه هذا الكلام المظبوط بالاخر تيجي تعترف قدام الناس كلها انت متجوز وتحرجني انا هذا الكلام المظبوط انت عمرو بدك اياها لا طب يعني اما بقى لك 3 ايام عرفني ليه انا زهقت زهقت التليفونات ما بنامش اجي اخوه التالت خد بقى ابو ايش اسمه شو اسمه ابو احمد ابو احمد هيجي يخطبها اليوم وتنهي الموضوع يا عم انت بقول لك ايه تيجي انت تخطبها انا بتتكلم كده ليه بتتكلم كده ليه ايه اللي يتكلم كده ليه انا راجل متجوز ما انت متجوز بتعاكس الناس ليه ولا اي حاجه من الكلام ده كله بس انا اللي كلمتها ولا اعرفها واول مره اشوفها يعني قالوا ايوه سوسو ايه احنا ما لناش جواب سوسو مش سوسو ده واحد جالنا كده من الشارع يلا يلا. احنا عايزين نشوف حل معاه الورد اللي جايبه انا انا صار لي ساعه واقف عم بستنى سوسو لا كان في بنت ولا عطته بنت شفته جاي من هنيك معه الباقة يا ست انا اول مره اصلا اشوفك انا اول مره اشوفك اول مره يعني يعني ده صدفه وده صدفه انا ماليش دعوه ما يمكن نفس المحل هدول لسوسو حبيبي سوسو حبيبي انا اتفضل بقى حبيب. وشوف بقى اخويا هيعمل معاك ايه البنت اللي طلعت طبعا يعني مره دي بنت بنت انت عايش في الوهم انت عايش في وهم يا ستي والله ما عايش في الوهم اسالي الناس دول لكن الناس دول شفتني انا ما اعرفش مستهتر بالموضوع كده ليه خلاص هيخطبك يا اختي راح خلي خلي خلاص هيخطبك يعني بتعمل كده معايا ليه الست اللي متجوز بقى لي شهر اتجوز انت متجوز بقى لك شهر من 3 ايام بس انت خلاص وجاي بتصور عليا لحظه لحظه طبعا وخلاص يا عم اخطب مين يا عم والنبي تعالى انت اخطبها مالك فكك مني انا ما في عندي سوسو ايه فكك سوسو مني سوسو مين وبتاع مين يا عم انا مالي سوسو طب ليش تحب الموضوع يا استاذ لحظه يا استاذ لحظه 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 استاذ لحظه شوي انت بتحسبني قليله ولا ايه ممكن ما فيش بيك اصلا يا سيد عمرو يا سيد عمرو لحظه ماليش علاقه بيك لحظه بدي احمل باقات ويوديها للعالم بده يكون قد هالموضوع روح اخطبها اليوم جيب البابا ونهينا الموضوع يا عم بلا بابا هات البابا هات البابا انا هاخذ سوسو انا طالع اخذ سوسو ايه فين البابا انا هو ده اللي جاي شكله من اول الشارع بالورد وهو ده اسمه عمرو منين ده طالع منين انا عايز افهم ده طالع منين انا مالك من جاي خطيبته ماشي جيت وتنزلت من لحظه وتنزلت من هذا الفان ما انتبهت علي ما انتبهت بقى ولا هذا الباص كنت قاعد على الشباك هذا شوف هذا الاوتوكار رب الشعبوي بالطاقه